تستعد الجزائر اليوم لتعديل دستورها بمنهجية مدروسة، حيث تزامن انطلاق مشاورات مع شخصيات وطنية حول هذا المسعى أساسا، مع تكليف لجنة صياغة أوكلت لها مهمة تحضير أرضية تعديل الدستور. إن الهدف المتوخى من هذه النظرة هو بناء دولة قوية يتساوى فيها المواطنون أمام القانون ويمارسون فيها حقوقهم بكل حرية في إطار القانون من جهة، كما تهدف هذه النظرة من جهة أخرى إلى مسايرة ومرافقة مسار انفتاح المجتمع الجزائري على العصرنة في ظل احترام قيمه الحضارية والعمل على الحفاظ على استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تنخر البلدان الشقيقة والصديقة التي تحيط بنا، وكذا العديد من دول العالم الذي يشهد تحولات عميقة.